عثمان يلا فيه يا حيوان، قلت لك فيه. اللي شو اللي عملته يا حقير؟ شوفي من الصبح على مهلك هيك بتعمل معي؟ شو قصدك من هالعملة؟ ليش بدك تخرب علاقتي بمرام؟ مرام اتخانقت معك لهيك جاي تتشاطر علي. مو شو انت جنيت عثمان؟ ليش عطيت ملك رقم مرام؟ ها لعنا يا بكفي متحمل وساختك كل هالسنين. لا تكون مفكرني سكرتيرتك لاستقبل اتصالاتك. من هون ورايح مالي اي علاقة. لا تجبرني احكي لمرام عن كل علاقاتك. ها انا بشتغل كل الشغل وانت داير من هون لهون. بكفي بقى لهون وبس، فهمت؟ ان شاء الله تركني بهمي. اطلع من حياتي بقى اطلع. شايفك كثير متوتر. اليوم رح تنتهي القصة، كريم رح يتزوجها للبنت، بس تتم هالجوازة كلياتنا رح نرتاح. ما كنت بتعرف كريم رح يتزوجها اليوم؟ من شوي حكيت مع خالي قدر يقنعه لكريم. أمورنا بألف خير، يعني خلصنا من هالورطة. كفك هروني بالبنك يا بيك. تفضل هاي المصاري. طيب هات. طلع استناني برا. حاضر. ست ميسر خدي المبلغ يلي اتفقنا عليه. المصاري كاملين، لا تعديهم اطمني. مثل ما انتم ما بتوثقوا فينا نحن كمان ما بنوثق. هدول إلك. شو بك مسيك؟ فاطمة شو بكي؟ شوفي تعي خليني أخذك على الحمام. شبها لمعي؟ بعد عم تلعي بس ما في شي. يا علينا متوترة مشان هيك عم تراجع. مسيك ما بدي، بس هدول من حقك. ما بدي، لا تخاف ما رح تراجع، بس ما بدي مصاري بالمقابل. بدك تأرجينا شهامتك يعني؟ طيب ماشي رح أخذهم، ببقى بعطيك ياهن بعدين، رح خبي لك ياهن. فاطمة أنا موجود هون، رح أنطرك هون، لا تخافي رح أنطرك. أنا ما نبهت عليك ما تقرب له. بدك حطك بالحبس يعني؟ لك ما بيصير كل واحد يتصرف من حاله، في قانون بيحكمنا. كل شيء تم بالأصول، البنت تنازلت عن الشكوى. تعرف شو معناه هالشي؟ استلمت تقرير الطبيب الشرعي وقريته وما في أي شيء من الحكي اللي سمعناه بالأول. فاطمة البنت كذبت لأنها كانت خايفة منك. كل هالسنين كانت عم تكذب. عايف عليها. أنا فهمان عليك، الموقف صعب وما فيك تتقبله. بعرف بشو عم تفكر بهي اللحظة. الكل واقفين معك هلا، وبجوز يكونوا كلهم عم يساندوك ويحرضوك، بس إذا ارتكبت أي حماقة لحالك بتحمل عقوبتها، رح تقضي على مستقبلك بإيدك، وكل شبابك رح تقضي بين أربع حيطان. اللي فيك تتحمل ذنب الأرواح هي، ضع
ضميرك رح يعذبك كتير. كيف بدك تعيش هيك طول عمرك وانت حامل ذنبهم جواتك؟ ما في احسن من راحة الضمير، وحياتك اهم من حياة كل الناس. على القليل لازم تفكر بامك وابوك، ما لهم حدا غيرك. دير بالك عليهم ولا توسخ ايدك بدم العالم، تركهم يعيشوا حياتهم ويصطفلوا. انت مالك قاضي حتى تحاكمهم.